نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، عباد الله، فنحن في نهايه ايام العشر من ذي الحجه، ونستقبل افضل يوم على الاطلاق، الا هو يوم عرفه، يوم الذي يباهي الله عز وجل عباده، يباهي بهم الملائكة ويدنو منهم في عرفات. هذا اليوم أقسم الله تعالى به وقال سبحانه: وشاهد ومشهود. مشهود هو يوم عرفة. وقد ورد في الحديث أن أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم، فلذلك هو يوم الذي أكمل الله عز وجل به دينه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان ذلك اليوم يوم عرفة، يوم الجمعة يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف. لذلك قال أهل اليهود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فأخبر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعرفة من العيد، لأن يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق عيدنا نحن أهل الإسلام. ويوم عظيم أكمل الله، يوم الذي أكمل الله وأتم دينه وأتم نعمته. بعد نزول هذه الآية ما مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 أشهر حتى لقى الله عز وجل. وهو يوم الذي أخذ الله عز وجل ميثاق بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. وهو يوم عظيم، يوم مبارك، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أكفر سنتين الماضية والقادمة. فصوم يوم عرفة سبب لمحو الذنوب وسبب لتكفير الليل سنة قبل وسنة بعد. فلذلك أيها المسلمون، هذا اليوم العظيم، يوم مبارك الذي نستقبله، يجب علينا ألا ننشغل الشيء الآخر ونتركه، وهو مشروع ويسن لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة حتى يجد ذلك الثواب. يكفر له سنتين الماضية وكذلك السنة القابلة. واعلموا أن تكبيرات المتعلقة بالصلوات، تكبيرات مقيدة، تبدأ يوم عرفة. بعد صلاة الصبح يوم عرفة تبدأ تلك التكبيرات. فقبل ذلك يوم عظيم. وخير الدعاء كذلك يوم عرفة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، إذا صح توحيد المرء صحت أعماله، فإنه أصل الدين وأساس هذا الدين. فخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيدي يوم عرفة، وخير ما قاله النبيون من قبل أيدي يوم عرفة هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من هذا الدعاء يوم عرفة، عشية يوم عرفة تدعون الله عز وجل وتتضرعون إليه في ما يصلح دينكم ودنياكم. فإن المسلم يدعو الله عز وجل بما يجمع دنياه وأخراه، كما في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي عليك أن تهتم بالأدعية الجامعة التي كلماتها قصيرة ومعانيها كثيرة، فإن فعلنا ذلك لعلنا ننال فضل ذلك اليوم، فننال فضل صيامه وفضل الدعاء فيه وفضل الصدقات فيه، وكل عمل صالح يدخل فيه، لأن هذه الأيام يوم عرفة داخلة في أيام التي هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها، لا إلا أن يوم عرفة هو يوم تميز عن غيره من الأيام، لأنه أفضل أيام الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، بمعنى أن من أدرك عرفة وجد بقية أعمال الحج، لأن بقية أعمال الحج يمكن تأخيرها ويمكن العودة من أجلها. فلو أن شخصا أو مسلما ذهب للحج فنسي طواف الإفاضة يمكن أن يعود ويتوب ويكتمل حجه، أما من فاتت عرفة إلا آم المسلم فلا ينتهي تلك عرفة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهو فضل للحجاج وفضل لغير الحجاج. فأيها المسلمون اغتنموا، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. لتغدوا عنا إن منا فتح الوسرة إنا ليمري لغم تاري كرنني من لغة الكشة، وإنا متفوتة لا تلغي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا ذكر ما لا تحاشت لأن يدو نفسي تبوني ألم تعزمين ويبدا عليه أتمنى موانا الآن وغلا فوقي موانا تبول مو من جمع كل ذي منا نزيد حقيقة لو راسي قلنا إلا من جسد من طول الله وإننا لموانا بول نبو فاجي مياتا اتبو زي بصلاة وإننا سبنين هنا على بان فاجي لي يسمونا ينتا نام جتون من عدم عليه الصلاة يقول نام عنوانا يجيس عادل لهوا موسى لكن وسوى لفقه بوسوى نام جتون وفقا نجلتا نصمي نتونهم لذلك وإننا لدي لمن هنا تفرهم لذلك فإننا بوز تنتو ما وبوز منينا جير هم بي فوري شكر هم بي فوري يوش هم بي فوري فإننا مومون يرياتا يعني مومون جمع ذلك وإننا ليسان نمو بيبومي هي مغرب قوم هنا نيره قوم هنا نيره يد يا قوم هنا نيتوهنا تلبسون تفهمون تفهم كل هذه الأشياء تفهم كل الكلام ده من كل القانون بس أما لوتو أتمنى أن نعمل غطوما لا يعبدون الله ما لما نبي نسأل ساكن تونا لا فرنا بيام صلى الله عليه وسلم أصبت الله حقيقة أبان تقوم تمي فضل تكا أفاما فعم تكا أفاما كل تكا إنك تفاجئني كل هي بالكينيا يلا أرجعنا بس أنا لوتو إسلام مبيتي إسكتم بيرحم منك هي يدل فهم لا داني هو هي غير وصلا هي لا كاسن لا إن يدل لا ما تعرف كل وقت ما جي هي يدل لا سما لا سديرا لا بنتهم سبين ما سياسة ما تب لا سما هي لدي تعرف في عرفة داره ويهديس هم من وين في الدنيا لا سما فاجلي لا الدنيا لا يفاجلي عرفة داره هاي أيام الدنيا دنيا رسمة دارا يفاجل لي عرفة داري مني بلكم يسامتا شغلا كنها داري بلكم يمانوانا تمتومي مهي فمتوم كيف دارا نيكس لفنا انفان دارا دي يا دارا توم لفنا انتوم يوم فان دارا ينفم دي لكسا نيكسين لفنه أسوى ميكسين ليوم تتاكا لفقام دي لأما فسانتوم دارا نيكوا منازين لفنه في عرفة داري من نعم عرفة داري وشاهد ومشهور مشهورة هي تسليم مهم جيدا مني هي عرفة دار لو إنها تنوين شاهد هي أرضون
لمن نفسه مين ما بيتعنى وهي نبوني هم يبيرلي هم يديشوا الجميع تعرف هذا على مئة ساعة لو إنا نسيب سجينة نكون نبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا عليه ليس نبي صلى الله عليه وسلم وكان له جيل وبيع عرف هذا عليه هيا في آية ناسي كلنا دارا هيا نسيب سجينة نسيب سجينة نسيب سجينة هيا تنكيف يما فرميما يهيدة يليس لنا إن آية كان نسيب عرف هذا عليه لكن تأذن داره في نبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نسيج نانت دينا أي عندنا نسيج سلمين في نبي صلى الله عليه وسلم نسيج نيمة ونقوم بل نيمة في نجد الإسلام نيمة هي كالفاز اللي يتك لدنيا كا للإسلام نيمة يبقى عند لدنيا كا سبحان الله يوم داره ورديت في الإسلام دينا عندنا نسيج يارا نسيج الإسلام لهم دين لكم سادر من نمسير ديننا ونقام شو هنا مني فمن نمسير جلة من نمسير بوم تفتون بوم ونقام من نمسير من نمسير لكم أنا يوقف ميري أجينا من نمسو من نمسير لكم ميري في أجينا بين آيات كانا أشيك ألف داعي يبقى يمولي يبقى المخطاب من نمسير بيل مرخطاب في آيات يبيني يمع القرآن فوقتي كانا لكن سالنا هي فنزو لا كان لسيك فان فنزو لسيك جوكو لغالا من تدارا يتيك لسا عربو سي يهودة كرم آي عالم صوت هم الخطاب هم الخطاب يلي هم الاربين أتا عالتان من مئة سيكيني منا لا صوت تشيك عرف داري يأذن داري نامي داري يدم لما بيوتر الزميني رمي كي برو كي أربعين كل لغة تون تجيل فوق، أربع لغة تجيل، تجيل بعير فوق النان تون، تون بيل من نام يلغى يل فوقه، بيل أربع لغة تجيل فوقه، تجيل سمن فوق من نام بارك، تنام تين فلس لام يل بمن هان لفام لا آية ركنا، بمن زيت دارة تجيل، تقوم الإسلام موسى، وفام آية ركنا. ومين تسيغا نبي عم صلى الله عليه وسلم جوغو في عرفة داري جرفة فيوغة تبريد عرفة ممتة أي ودارته تفيوغة لين أفضتهم باته فيوغلون أفضتهم باته أكي أبونا كيكا عرفة ناميك ننافي رفتهم تومي عرفة سمونتوما نبي عم صلى الله عليه وسلم بلي أشغل أمانا وانا نبي عم صلى الله عليه وسلم أبلو يا عرفة بلي عرفة ليس داري أكيد بمنا بيا وصل السنة وبالله أنا مي لم يسأل القرآن ما تقول لي لم يزن به جيمدو أن يقول لك عرف داري لأما لن يفتن هجيمدو عرف داري يا سنة سبهنة فما دي لي لن يسنة موسى فرسوك نبي عم صلى الله عليه وسلم عرف داري من لي لي أكيد بلا يهونا لن بيا وصل من لي لي يدو نرسل لي عرف داري أتمنى يا ببغو أزول لنا يبني بطول يمسل له يمسل له minna darlinga tiya berle da darlinga minna sinwele gai laba gite alfa dar me ata na minna mritbo al qawl nyebo ni adam di de faji ni e fama am lay sala ni tay e yam la fon soba ton patan soba sen ni haya dili ta kala fada ngal ti am dar na ngile ay ton la faban ni ton la ko bi ati yen wonen faji ni adika al qawtan nan sun minna ton dam ba wajin ni الكون كان ليك يا عرفة قل يا دار تقول لك أمين لكن بعد تكبيرات اللي هي يغلبها توسع وقت النور في كل تكبيرات توسع نور فوق التكبيرات المقيدة بني تسمى ده عرفة دار فكل دار تسمى ده عرفة دار تسمى بيبيرو تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد با أكلا شيئا قوة طور كنت إلى سبحانه با نيتي نوا أتنغل على غدا بيديو كمين يرتي تغلا يأتكنا لا تنغل يا فاني لديكو يلقو نوري نوري يهيل سنغل يومي يكتور يومي يكتور يومي يكتور يومي يكتور la venia la sana son fuera hasta tipo son no la se sacaba no que pa ni me yelso de budo pa na bo come ni ba ni ami ya pa ni ya pa sama sana dala que pa no pa ni le ya pa
لكن مرمي دوني النبي صلى الله عليه وسلم هي لا والنبي صلى الله عليه وسلم هي في دوني يد يا عرف داري بوك دوني يد عرف داري كتوهن يد عرف داري لنبي صلى الله عليه في دوني بما هي يد عرف داري لنبي صلى الله عليه وسلم بما هي يد عرف داري هن بما هي يد لبما هي يد دوني يد إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لتوحيد جمل انهم سنوا من يد الفضاله اتيها هم كانوا بدا ايضا بتوحيد توحيد من يمنع له في طول ما يوم تامين البصر توسو فمنع له في توحيد قدر التوحيد ذات فمنع له في توحيد قدر التوحيد هجين فمنع له في توحيد قدر التوحيد نيلوت تاور موسى لكن هناك توحيد يمكن للاسلام ان يكون هناك لا اله الا الله في سبق به لن تنكر انه منا وحده لا شريك له اتمنى يا انسان ابدا لا تعرف له الملك اتصول لا نام جني لو انك انسان سوء فالصول ما جني يا بوري من نامنا نابا بيوقع نابا من نامنا نامن تبيت دنيا نام نالكيوم فاجي سولما لياتا من نام سولما دنيا سولما يهنبيدي الكيوم سولما يهنبيدي له الملك وله الحمد لكان قول فاجي مياتا لكم قول فاجي من نام ينتانسو وهو على كل شيء قدير من نام سيد هو فاجي فجأت بنيه لغنيا لقصيني هيا بنيه لغنيا هيا بنيه بطنيه من دينيه بنيه فاجي Mais pourquoi il y a même un livre? Tu pensais que tu le fondais? Ou qu'est-ce qu'il y a ton nina? Bang là! Nandra, l'oua, la main, boum, enfin, tu dis. Ça, c'est ta mère, l'oua, pas ta mère, l'oua, l'oua, bang là, mais. Il faut le dire, mais tu vois, il y a là. Pour lui, boum, 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 جل تنطوها يا ويدغة لقد تكتب يد ويدغة من يك لو إنا منها على كل شيء قدر فهي بوم فاجل بل سبب من هنطر بوم فاجل لا فتر توا لا يتب كوتا عرف داري وسام كوتا أجاب كل فسين مليغة جل بيسمني كوتو جل بيسمني دوكا نا بيغو دارا فيها عرفا لو سنو ما يدنا ياسا يزفر عن جيجي بغا مغربا كبيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير هل سعيدة تمي دو فانا نين يعني إيه بتصمنا بانا يعني إيه جينا جينا سبحكا وشغي أمور رسين كيف تنبويا كيف تسمى نغالي هل سعيدة دو فانا لانا أزام كانين من البيو سوكا فالجنسية بل فرصم مستلا دو فانا بل يجيب لما يجيب لما يجيب لما بيسان كوتو عرف داري يكون كينو ينوليري هيا يمان نيري يكال القرآن ينيلي فان ندوا لو بيسو دوا ينا يا عرف دار دوا هيا بلو كس مننا كينا بير كس مننا بمنينا سنام له دنيا تا كس مننا بمنينا سنام له الجام دار كان كم وتو من تاكلو كوري هيا كم نام فاما يلسن من هم بي فوان نام فاما نيم نينا هم بي فوان نام فاما جنو نينا هم بي فوان من تاكل دارا يلوك جنو من هم بي فوان عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله فإن بعد يوم عرفة نستقبل يوم عيد الأضحى الذي هو عيد الأكبر وله سننه وله مستحباته فعلى المسلم إن أدركه يوم العيد
أن يستعد لصلاة العيد، لأن صلاة العيدين أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يخرج للعيدين حتى النساء اللاتي هن حيض حائضات، وكذلك ذوات الحدود، امرأة التي لا تصلي والمرأة التي لا تصلي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج لصلاة العيد يوم العيد، مما يدل على أهمية صلاة العيد. فلا نهمل صلاة العيد في العيدين، لا الفطر ولا الأضحى. واعلموا أن كل عيد من أعياد المسلمين متعلق بالصلاة، فعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان نختم بصلاة، وعيد الأضحى بعد عشر الأول من ذي الحجة نختم ذلك العيد بصلاة، ويوم الجمعة عيده الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال لأنه عماد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، من أقام قد أقام الدين، من هرم قد هرم الدين. فعلى ذلك فكل ما يصل بصلاة بمعنى تصل بأفضل العبادة. ويوم العيد ليس يوم له وليس يوم ليل، وإذا أردت أن تعرف عادة كل أهل ملة فانظر إلى يوم عيدهم، فإن عيدنا عيد طاعة، نفرح بفضل الله عز وجل ونفرح برحمته، أمن علينا وأطال بأعمالنا وفقنا الأمر الصالح نشكره، فإنه وعد الشاكرين بالمزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. لا العصيان، فعلينا معاشر المسلمين ألا نهدم ما بنيناه يوم العيد. بنيت صمت وقرأت القرآن وتصدقت وأحسنت، ثم بعد ذلك تهدم ما بنيته، فإن الآكل يزيد في بنائه لا يهدم ما بناه الله. ومن أفضل الأيام ومن أفضل الأعمال في العيد الأضحى بعد الصلاة إغراق الدم، أي الأضحية، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني رحمه الله، أي أن أحب عمل يحب الله عز وجل في يوم العيد أضحى إحراق الدم، أو أفضل عمل يكون به الأب يوم النحر هو إغراق الدم أي الأضحية. فعلى كل مسلم يسر الله له بأن مكنه وأتاه قدرة ومقدرة على أن يضحي، فعليه أن يضحي. فرص الله سبحانه وتعالى أنواع الأضاحي من بهيمة الأنعام، فمن لم يجد خروفا قد يجد مائدا، ومن لم يجد فيجد بقر، ومن لم يجد قد يجد الابل، فوصل الله عز وجل فجعل هذه بهيمة الأنعام أربعة أنواع، وأيام كذلك ذم أيضا أربع أيام، يوم العيد وأيام تشريق الصلاة، وبهيمة الأنعام أيضا المائد والضان والبقر والإبل، فيه توسيع في الأيام وتوسيع في الأنعام، لكنه قد يكون في بلدكم من بهيمة الأنعام ما لا يوجد في غير من البلدان، فيسأل الله عز وجل إن لم يكن عندكم مائد قد يكون عندكم إبل، إن لكم عندكم في بلدكم إبل وقد يكون عندكم بقر أو الدان أو غير ذلك. ولا تضحوا إلا ما بلغ سن الأضحية، فالضان لا يصح أن تذبح للأضحية إلا إذا أتم ستة أشهر فما فوق، والماعز ما أتم سنة كاملة، والبقر ما أتم سنتان، والإبل ما أتم خمس مرات. والأضحية يوم العيد أفضل لمن عنده قدرة، ثم من وجه القدرة بعد يوم العيد أيضا له أن يضحي في لياليها وكذلك في نهارها إلى آخر أيام التشريق قبل غروب الشمس. وألا ننسى معاشر المسلمين تكبيرات مقيدة بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق أخذ صلاة العصر. بعد صلاة العصر تتوقف هذه التكبيرات المقيدة. فندعو الله سبحانه وتعالى
أن يبلغنا تلكم الأيام وأن يوفقنا للأعمال الصالحة فيها لكي نجد خير الدارين الدنيا والآخرة. من الذي تغنى وإنما من ذلنا فيك هل وطوى إنما من يمر الأمطار تغنيني إلو كل كتا وإنما تفوت لتغنى بيا وغلى محمد صلى الله عليه وسلم لا ذكرم لا تحارك من يبين أنك تكون هذا التعظيم الرد عليه نیمه تی آرف داره، آرف سام و لوره، هی داره تو من نان پره، نیمه رکات من، نیمه باور، چیکار داره؟ نمیک میکی، یست داره چیکار کنه دیگه؟ ایاله نیپوش، بومو بومی یه نیپوش همیه، ازیت هنی، بعد یست داره پره، توهید لوره پره، توم کنه بینی یه دل نیپوش و کتاولی، نمیک میکی، چنون داره، آباد نیپوش. كيف تتعلم سيئة غير ما باتت هي كوصوة أجل دار من هي كبيرة أتيا كوصوة قل بمو بمو جنان بات هي كوصوة أياد دردي أجيسة من قل كم يمون رأي إلا ديك كبيرة داشة هم نام كيسوة إذا لو من بمو نتون نميوة إلا مصبا أسام ميلا جامي أنام باتا ميبا لما نجم بيام صبا أميتا ميل نامسة باتو لوبل قل كم يسان لوي إنا بندق بوا، كمثل ما وانا انكره هاي، تبو تام رحم كيرا، أباد ودا زيت من الله في، فيقام سمنا، سمنا منا، سمنا ما ليه بكمود ما، هاي كده كده منا لحوش منا بس، سمنا بكمود ما من، بس بكمود ما كنا نفاس ولا من، بلي بس بكمود هوا، بلي بس بكمود هوا، كمان هاي كده منا كيسة، هاي، تبيه ده دار مثلا، هاي، هاي تبيه يوم تعلم، أو يوم تمتى بلي، يوم تمتى بليو، على الحوش سارا. لذا ما رأنا ما نشاهد دوته يقول سننا مرير كونه بعد سميتي مرير دوته سرح كينه يقول سننا مرير من دوته يقول سننا مهمة مياتا سمارا بذا نيك تيلا داره كيسو ويه تيلا داره مننا مكونه كنين بفانها مننا مكونه يقول بلنا نحن تيلا داره لبغو لكو مشو كوم لكو ما رأنا نوكي لفنين كود كومي يكتول كيرسة لفنين فاربي لما أي لا لا فكوي فأفني فأفرا مناجي أي تكل ما روانا فوز دايما بيلي تيجي فوز أو بيعرف في أغلبني تهيم بسون من فوز منا واترا هاي ولا تذكر ما ترى بعو لقمة جيم ما يبومني في نانجي لو فاجي لها مثل ترى أمين نيكلا هي فان كان فوز دايما هذا اللي بتبيه مثلا ومن ما تكتب إسلام فوز يل فوز هين كبيزو يل فيلا تكل مثلي Jika mereka tidak kena mikir, baca apa semua sedia, lebih lebih kuat dari orang dah kena dah kena dah. Bila ni tu, kita semua kena. Tapi di negara ini, di bawah publik solo tu, ni mana yang dia akan terus kena. Tiada lah, tuh hingga di negara, wahai Nabi Hadis Aisyah, mana yang dia kena, tuh hingga di negara kena dah. Tuh orang luar pulau macam, ada yang bisa kau dorang, mana luar negeri ni lah, ada kau dorang. Ayah pesoh, ini mesti pilih. كيف بيجوه؟ هاي أبوه اللي متفيد يومه، هاي ناف اللي متفيد يومه يجو، هاي يومه اللي متفيد يومه نو. لفظ كله هذا تاوتي، زمان نام فكوتي، إمام نام فكوتي. غيره نتى وام كله تاوتي نام فكوتي، هاي. وبليت على نت أم كله نام لوله، نام ما بتفيد يوم لا أم كله هاي. يا فوس كفول ما شاء تانيشين، نام يلا يلا. أما نتى أخبرنا ناتة، أفرن كله هاي لما نتى رحنا ناتة ياتا أفرن كله. بعد تاوتي. كيف تبتلى يوما لفتر بوزي هيا كيف تبتلى بوز لفتر يومي كيف تبتلى نيسي لفتر فيزي هيا إن ما رأيت خبر تو تور لفما لك دارا ينتا ولمن سوى من كيف سدارة أفكاري كيف كان بيوبا سفاح كنا من يلسوا يدير لسوا من كوشنا فرا كنا فرا كنا كل ما بوز با كنا فاضلين بلي سامي تبوتوني كبير دارة لف نامبان جاما فاجيني أزورو فسامي تجينا زورو نامبان مي أكبا مدينة تجي تيشو بدا أتون وننام باسا دارة ياسا وننام تنبو بيت دول مي بيك دينا زورو أدارة لدو بيك تنمين دارة أتفا وننام كيسو دارة وننام تنبو دارة وراس ميكي تنبو فاجيني بلي من تاس دارة ملاسي لنبرو يسمين تنبو دارة ملاسي لا يوصل فاجيني
كنت وين بعد فاجي بعد نيري كنت بقول كان يعني من التحفيز لمان بركة جد بمي هو وين ليه وين التحفيز زارة كنت وين كان وين كان زمان باني وين كان زمان باني وين كان زمان باني نير ونير هم بيرن تكون بكنا باتو لمان بركة وين جد فاجي من التحفيز زارة من بعد لا إله إلا الله عباد الله إن الله ربكم بشيء بدا فيه بنفسي وصلنا بالملائكة المقربين وصلنا بكم أيها المؤمنون فقال عز وجل إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وسائر الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أجرنا من خزي الدنيا من عذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا من عذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا من عذاب الآخرة اللهم أجر خير أعمالنا خواتيمنا وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بالمسك المختار من تحتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى